تمام، اتوقع ان حاجات لا نسي ان حماتي اصلا ما جمدت تحت. تمام، دوت دول اجزاء الشبجان يعني. انا عايز الجزء التالت بس احنا دلوقتي قتلت جرين يعني مفيش حاجة هتخوفني. انا عايز اكل الغراب ده، فين؟ لسه عامله اكل يا عم. انا عايز كده اشوف لي حاجة مهمة بقى، حالة طويلة جدا. في هنا لحمة، اتوقع اني مش هحتاجها دلوقتي. انا ليه بلف حوالين نفسي كده؟ يلا نشوف لي حاجة مفيدة. ايه ده؟ ايوه احنا الترس، بس انا محتاج مفتاح بليحة وسكي. وانا يا جدعان مش متأكد يعني، ممكن تصحالي تاني. يا شيخ، امال ايه اللي انا شفته في من دقيقتين ده؟ ازاي صحي ده يا جدعان؟ مش انا كنت مجمدها وخليتها تقع وتتكسر؟ ازاي عايشة بقى؟ ست مش بتموت حرفيا، بقالها 100 سنة عايشة أصلا ولسه فيها صحة تجري وتضرب بالعصاية وتعمل ده كله. ايه الست دي؟ من فولاذ ما شاء الله، بتشوف كمان من نسايف. وانا اللي حسيتها كانت هتوطي كده، اللي حسيتها كانت هتوطي. لحظة كده بس، صراحة خايف. بس كده ما شافتنيش. اطلع بقى اكسر هنا شويه خشب دول. بس كده. طب انا مش هنزل هنا لانها محترفه، هعمل كده محترفين يعني اتعلم. بصوا احتراف، توقع ديت وانت ما تنزلش عشان هي اللي تتسحب. لحظة بس كده اشوف هنزل تحت ولا لا، عشان ديت قردة. ازيك يا جديد ده؟ دلوقتي لو وقعت الله يعني، والله احنا هتتاكل حرفيا. هتتعلق لحمتك انت بدل اللحمة. المهم كنت هجيب لاير سيدي بحتاجها في البيت. انا في ترس اتوقع ان مش هحتاجه يعني، غالبا بيطلع حاجات يعني محفشة. اعملي ده، عايزة اعمل دوشة كده، خليها هي تيجي هنا. هي جت، مع السلامة بقى. انا دلوقتي نزلت، قص لي هنا. مش مشكلة مش مشكلة، هي فضيحة فضيحة. بس كده حليت حلوز حجرك كمان. توقع اني كده حربت، مع الف سلامة. لا لو اعرف اني كنت هحرب بالسهولة دي
كنتش حاجه من انا اسيب المفتاح الرئيسي واتوقع اني لقيته. ربنا افتكر بس سيب التراب ده. حياته مجمد. هنجمدها نخلي حينا كده ان شاء الله تتجمد. بس عشان ايه الاقي المفتاح الرئيسي واحرب براحتي. جت اهي جت كت. حلو حلو اتجمدت يا حي. وقعت كمان من نفسها. كويس دلوقتي بقى نروح بقى انا اشوف لي السيف كي. يا رب الاقيه بقى المفتاح الرئيسي اخيرا. قصدي مستر كي المفتاح الرئيسي. طب ايه هو تقريبا كان فين؟ كان فين بس يا ربي. ايوه كان تقريبا. ايوه اهو. يا محامي احرب. وحربتي منك يا جدة. بس كده الف مبروك. احلى حروف اسحل بيه. يوم تاني بزيومتكم يا جدعان. عمركم شفت واحد من تاني مرة بس من لعبه اللعبة يختمها من اول مرة؟ حتى يا جدعان لما بختمها بتخضني. ما شفتش كده في حياتي. تمام وكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تنسوش اللايك والسبسكرايب وتنشروا الفيديو بسحابكم عشان يستمتعوا. و سلام.